عندي ملاحظة مهمة تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ألا وهي الإهمال الذي طال ضحايا توفيق بوعشرين من طرف هذه المؤسسة، وهي مؤسسة دستورية ولها قوانين عليها ويجب عليها أن تحترمها، يجب عليها أن تفعلها، يجب عليها أن تؤمن، يجب عليها أن تتتبع وتؤمن بأن هاد الضحايا ديال توفيق بوعشرين هم ضحايا حقيقيين ماشي ضحايا وهميين. وتشوف والنتيجة الآن هي أنه الضحايا الآن يعني أصيبنا بأزمات نفسية، حتى أن إحداهن حاولت الانتحار يوم هذا السبت أو الأحد المنصرم. كذلك إذا كانت هاد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمعنى أنها تخصها تكون واعية بما يروج في الوطن، فتنظر يجب عليه أن تنظر إلى التصريحات ديال الأمينة العامة ديال حزب معين، واللي هي يعني استقبلت الضحايا. واش المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما يستقبلش الضحايا وما يواكبهمش، وأحزاب سياسية تستقبلهم وتدير معهم الاستماع، جلسات الاستماع، وتحس بأن خرجوا جوج تصريحات ديال الأمينة عامة ديال الحزب. أنا ما تنبغيش نهضر في السياسة في هذا الملف لأنه ملف قانوني، وصرحت بأنها من بعد الاستماع ديالها لهاد الضحايا هادو، ومن بعد يعني معرفة ما وقع لهن، آمنت بأن توفيق بوعشرين مجرم في هذه القضية هذه، وبأن هذوك النساء هن ضحايا ديال التجار بالبشر، والفاعل الأصلي هو توفيق بوعشرين.